معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد الميستيري التونسي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا بيك يا كابتن كريم، مشرفنا ومنور الشاشه. هي زي ما انا قلت كده في المقدمه مواجهه كبيره سواء للاتحاد الميستيري او للنادي الاهلي. الاتحاد الميستيري عامل موسم رائع جدا في الدوري التونسي الموسم الماضي، وعنده من العناصر المميزه اللي تقدر تواجه النادي الاهلي، وفي المقابل بالتاكيد النادي الاهلي متمرس في هذه البطوله بشكل كبير جدا. شايف المواجهه ازاي؟ والله كما قلت انت، فريق الاهلي فريق كبير ما يستحقش معناتها التقديم ولا حتى باش نعلقه. تاريخه وبطولاته تحكي عليه، على عكس فريق الاتحاد الهادي المنستيري، فريق طموح، فريق توا بدا معناتها ياخذ في التتويجات، فريق عنده طموحاته، فريق كل يوم يتطور اكثر واكثر. كرة القدم تعترف بالخاطر والمستقبل، كما قلت انت التاريخ هو للاهلي. فريق الاهلي ديما يقعد فريق كبير، نقرأ له الف حساب. كيف زاد فريق الاهلي يلزموا معناتها الفرق هذه، الفريق كما فريق الاتحاد المنستيري يحب يبرز، يحب يستنى في فرص كما هذه باش يعطي الاشعاع نتاعو اكثر. ان شاء الله معناتها احنا نقولوا لا، ان شاء الله المقابله هي مقابله كره قدم معناتها اولا واخيرا بين فريقين شقيقين. ان شاء الله الغلبه تكون للفريق اللي باش يستغل الفرص، والفريق اللي باش يكون اكثر متحكم في اعصابه. احنا كنا لهنا في المنستير وفي تونس نستناو في الفريق الاهلي المصري، باعتبار ان هذه مواجهه تاريخيه، مواجهه اولى. كل الفرق معناتها تصور تحب تقابل الفريق الاهلي، تحب توري روحها، تحب تفرض وجودها زاده هي. فريق الاهلي ما نصوروش بطبيعه الحال هو فريق كبير، فريق زاده حتى حاليا معناتها قديمه، فريق كبير في القاره الافريقيه. ان شاء الله باش تكون مقابله شيقه، مقابله ما تخضعش لحتى معناتها لي تخمينات ولا التكهنات. الفريق اللي باش يكون جاهز اكثر هو اللي باش ينتصر نتصور. طيب الفريق بكره مكتمل الصفوف ولا في اي غيابات؟ الحمد لله، معناتها كل العناصر هي على ذمه الاطار الفني، وهو اللي باش يختار معناتها ال 11 اللي باش يكونوا هما فوق الميدان ان شاء الله. طيب في ابرز الانتدابات اللي عملها الاتحاد المنستيري للموسم الجديد، ابرز اللاعبين الراحلين عن الفريق؟ والله كان غادرنا العام اللي فات ثالوث اللي هو رجيع علو اللي التحق بالفريق الرجاء المغربي، ويوسف العبدلي اللي التحق بفريق اهلي جده، واللاعب الاخر هو على ما اظن اجلاسي اللي انتقل الى الدوري الليبي. هذا من ثلاثه الملاعبيه اللي كان عاملينهم اللي كانوا يلعبوا اساسيين، وتم معناتها التفريط فيهم. في المقابل فما ثمانيه انتدابات جديده في فريق الاتحاد الهادي المنستيري، معناتها كما علاء دريم دريدي، كما اللاعب الحارس اللي هو رقم 2 باعتبار انه الحارس الاول هو بشير بن سعيد، وفما طلع من اللاعبين اخرين موجودين معناتها زاد كيف في اللاعبين الجزائريين كانت تم انتدابهم، بوزيان وبوتيش واللاعب الاخير هو علاء الدين. ان شاء الله معناتها يكونوا كل جاهزين وعلى ذمه الاطار الفني. ان شاء الله معناتها غدوه يعملوا مقابله كبيره، وهذا اللي ننتظروا فيه الناس الكل. ما نعرفش كما قلت لك، ان شاء الله الامور التنظيميه الكل تمت معناتها منذ 48 ساعه معناتها في الملعب. الفريق الاهلي جاي يتمرن اليوم على الملعب الرئيسي ساعه المباراه. واستقبلناهم وكان كل شيء منظم، وان شاء الله معناتها نلقاو نفس المعامله في مصر ان شاء الله كالعاده. يعني في رضا من النادي الاهلي على ملعب المباراه، راضيين عنه؟ والله هو ملعب مصطفى بن جنات يعتبر من معناتها الملاعب الممتازه في تونس بعد ملعب رادس وملعب صفاقس. يجي ملعب المنستير، حتى انه فريق المنتخب الوطني التونسي كان في المواسم الاخيره كان يلعب مقابلاته الرسميه في ملعب المنستير. هو ملعب ممتاز. ان شاء الله نشوفوا فيه مقابله ممتازه زادت تكون ممتازه على جميع الاصعده ان شاء الله. عظيم جدا. طيب بالنسبه للحضور الجماهيري العدد هيبقى قد ايه؟ هو تم حسم الموضوع في 8000 متفرج. فيهم على اقصى تقدير 200 من النادي الاهلي المصري.
وان شاء الله معناتها تكون المقابله في كنف الروح الرياضيه، هذا هو اللي احنا متعودين به وبنصوره معناتها مدخول الشهري على القاعده ان شاء الله. هل في تحذيرات معينه للجماهير اللي رايحه المدرجات، النظام في المدرجات؟ والله هو احنا في قبل كل مقابله ديما نعملوا اعلانات معناتها تحسيسيه كما نقول، باش ما يقعش القاء القوارير الفارغه وكذا، فهمت؟ ما تعرف انت قوانين الكاف معناتها تكون صارمه برشا في الامور هذه. ان شاء الله تدور المباراه كما دارت المباراه الاولى في الدوري الاول وتمت بنجاح وما كان فما حتى معناتها حادث معناتها يذكر. ان شاء الله نفس الشيء معناتها مقابله الاهلي هي المقابله الاولى. ما نتصورش انا باش تصير فيها اي اشكال ان شاء الله. اخر حاجه توقعك لهذه المباراه كنتيجه، المباراه الاولى؟ والله انا المباراه الاولى نتمنى معناتها ما نقبلوش هدفك وتبقى شباك نظيفه وفوليك، وان شاء الله باش يبقى ديما الامل موجود ان شاء الله. ما نحبش نعطي تكهن وما نطلعش صحيح فيه. استاذ امير الحيزم، انا اتمنى مواجهه كبيره، مواجهه محترمه بين الاهلي واتحاد المنستيري. انا بشكرك شكرا جزيلا، الامير العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي. كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق لمباراه محترمه، كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي باذن الله يتخطى هذه المرحله. زي ما قلت لكم مش هينه، مش سهله، بس الاهلي اكبر والاهلي اهم وكعناصر الاهلي افضل كل شيء. احنا لو بس يعني ايه نقلق ان هي دي المواجهه الاولى للكولر، يعني احنا ما شفناش لسه ومجموعه لاعبين جدد وتفاصيل كتيره ونهايه موسم مش عظيمه للاهلي، ده اللي ممكن يقلقنا، لكن اسم النادي الاهلي يكفي، اسم الاهلي وتاريخه في البطوله الافريقيه يكفي. فان شاء الله النادي الاهلي يعبر بامور ميسره باذن الله. لو احنا بنحذر من فريق اتحاد المنستيري فاحنا بنقول انه الفريق اتحاد المنستيري مش الفرقه اللي ممكن يواجهها الاهلي في دور 32، فرقه اكبر منها هتبقى موجوده في دور 32 بحكم المستوى اللي قدموه الموسم الماضي، ولكن يبقى النادي الاهلي هو الاكبر في القاره، وبالتالي المواجهه باذن الله تبقى ميسره ليه، بس ياخد حذره ويهتم بالمباراه. واكيد النادي الاهلي مهتم جدا بهذه المباراه ذهابا وايابا.